السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالرضا والنعيم. حنا في نعمة نحمد الله ونشكره، وجب علينا شكرها أنا وأنت وكل من يتابعني. الآن في وادي قنون، طبعا وادي قنون له أكثر من دخلة، هذا من الأماكن اللي قليل من يزورها بحكم أنها تحتاج سيارة دبل، وفي أماكن هناك وأماكن هناك أي سيارة تصلها. ميزة وادي قنون أنه على مدار السنة الماء تجري فيه كميات طبعا متفاوتة، أيام الأمطار تكون كمية الماء غزيرة، والأيام العادية تكون كمية الماء قليل، لكن الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى كثر زياراتي لهذا الوادي أن منسوب المياه يعتبر جيد في كل الأحوال، صيف أو شتاء أو خريف أو ربيع، ما شاء الله تبارك الله. طبعا دائما الخضر صراحة، لأن الماء تجري على مدار السنة دائما تكون بهذا الشكل، يعني جميلة جدا، الواحد يستمتع صراحة في هذا المكان الرائع. ربي لك الحمد، حنا في نعمة. أي والله. طبعا هذه جلستي المتواضعة، وهذا كرسي الاستجمام داخل الماء. الحمد لله ومشكلة تمرة وقهوة، أشياء بسيطة. يعني الرحلات والكشتات لا تبالغ، تأخذ أحجام كثيرة، تتعب في نقلها ويعني وغسيلها إلى آخره، دلها براد، أمور بسيطة يعني. لكن اللي يحب التصوير ما في مشكلة، يأخذ له إن شاء الله يعبي الجيب كامل فوق وتحت. لكن بكثر ما رحلت واستكشفت أماكن كثيرة وكشت كثير، كل ما قلت الأغراض كل ما أنت ارتحت في الرحلات يعني، وكان في عندك وسع في السيارة. طبعا وادي قنونة تقريبا فيه دخلة هناك تقريبا بعد يمكن 10 كيلو من عند الكوبري، وفيه دخلة تقريبا من هنا تقريبا يمكن أقل من كيلو، برضو في دخلة السيارات تجي فيها، لكن المنطقة هذه في الوسط شوية تحتاج إلى سيارة دبل، لأن في منطقة شوية متعبة هناك، وأحيانا اللي سيارته رفيعة يقدر يدخل يعني، وفي تغريزة بسيطة جدا، وأما باقي الوادي يعني أمره بسيط يعني. المكان هذا مميز لأنه ما تعرف السيارات الصغيرة ولا تصله، يعني فأحيانا تكون في خصوصية إذا كنت أنت وأخوياك أو عائلتك يعني يستمتعون أكثر بهذا المكان. لكن شوفوا الإطلالة هناك لهذا البيت، الله يبارك له ويسعده إن شاء الله. المكان جميل جدا، وأنصح بزيارة وادي قنون على مدار السنة. طبعا يفضل دائما في الصيف ما بعد العصر إلى المغرب، لكن قبلها يكون حر. لكن في الأيام هذه الشتوية الناس عندهم شتاء، احنا ما عندنا شتاء، احنا عندنا يعتبر يعني الجو معتدل ما شاء الله تبارك الله، فيكون الجو مناسبة وتقدر تجلس حتى لو جيت مثلا الظهر أو بعد العصر مباشرة، ممتاز. إلى بعد المغرب، وبعد المغرب أطلع، ما أنصح أصلا بالجلوس داخل الوادي، لأن بيكون فيه نامس، تكون فيه بعض الحشرات يعني المؤذية بسبب تجمع المياه يعني، إن شاء الله تبارك. طبعا كنت جالس هنا وسويت قهوتي، صورت بالجوال عشان المتابعين في السناب، والحمد لله زي ما انتم شايفين المنطقة فوق الروعة. طبعا هناك منطقة خضراء كبيرة، وتقدر تمشي قدام في أماكن برضو طيبة جدا، لكن هذا الموقع ممتاز عشان الصوت الماء. شوفون سمك الصغير، احنا نقول له ذا دغلوب. هذا لو حطيت رجلك خلال دقيقة أو أقل تتجمع على رجلك تسوي لك مساج مجانا. اندونيسيا تدفع عليه 40 ريال 30 ريال، هنا بلاش. زي ما انتم شايفين المنطقة صراحة تستاهل الزيارة. الله يسعدكم ويهنيكم كل من يتابعني وكل من نشر هذا المقطع. ما شاء الله كيف كمية المياه غزيرة صراحة، تنفع للسباحة صراحة، ما نظيف جدا. بسم الله، استمتعوا قدر المستطاع، لا تقول بكرة المكان بعيد ما عندي فلوس حر برد، لا استمتع قدر المستطاع أنك تستمتع بهذا الموقع. طبعا ما هو بعيد بالنسبة لأهل الجنوب، ما هو بعيد، وأي موقع تحس أنه قريب منك روح، لا تقول بكرة باكر ما عندي فلوس سيارة صغيرة، لا كل السيارات تصل، كل الأشخاص يقدرون يصلون هذا الموقع أو غيره. يعني إذا كانت العزيمة موجودة تعال استمتع، تسترخي أنت وعائلتك، جدد نشاطك،
لا تجلس في البيت ومقفل عليك، والله ودي اروح للمكان اللي راح فيه ابراهيم جحاف لكنه بعيد، وابراهيم معه فلوس؟ لا ما معي فلوس، بسيط زيي زيكم، احيانا ارحل رحلات طويله عريضه ما معي الا مبلغ بسيط يا دوب ياكلني ويعبي لي بنزين. طبعا معروف ان الرحال اكله خفيف لكن يهمه يعني موتره يعبيه بنزين، الامور الثانيه كلها بسيطه. فلا احد يجلس في البيت ويقول والله بعيد ما يمديني، استمتع قدر المستطاع. لو صارت عندك فرصه ساعه والمكان ده قريب ساعه روح استمتع فيه نص ساعه ساعه، ترى بترجع البيت بنفس جديده ومرتاح نفسيا انت وعائلتك الى اخره. بعضهم صراحه يحب يستمتع وما يمتع عالف، يعني اللي شيء في خاطره، لا بالعكس لازم تعدل. انا بالنسبه لي رحلاتي كثيره وكشتاتي كثيره، لكن في المقابل اعوض اذا رجعت البيت من رحله طويله امشيهم طبعا يوم يومين، ما هو بزيك انت عزوبي تروح ثلاثة ايام اربع ايام وحانا تجلس يمكن يوم كامل، لا هم ساعتين ثلاث ساعات تكفيهم يجدد نشاطهم وتعود لهم الحيويه ويعرفون انك مهتم، فقط انك مهتم فيهم. بعض الاشخاص صراحه يبسط نفسه ويسعد نفسه لا جاء البيت كدر عائلته وكدر بزرانه، ما في بعيد ما عندي فلوس الى اخره، وهو يمكن يخسر مبلغ كبير عشان يستمتع هو واخوياه. لا اعدل بينك وبين عائلتك، اذا كنت متزوج كنت عزوبي سج في الدنيا دي واستمتع بمالك، لا تقول أكنزه وأجمعه لين أصير شايب وأبني لي بيت وأبني لي عمارة وأشتري سيارة فاخرة وأتزوج، لا دام معك فلوس استمتع بوقتك الآن وبكرة ربك يحل. أنا ما أقول لك اصرفها كلها، لكن إذا الأماكن هذه يعني ما يحتاج الواحد مبلغ كبير يصرف، يعني مبالغ بسيطة جدا، لكن في الأخير في المقابل أنك استمتعت استفدت من وظيفتك هذه بأنك متعت نفسك، يعني الفلوس اللي تصرفها أو اللي تكسبها من الدولة الحكومية أو شركة متع فيها نفسك، لا تجمعها وفي الأخير تروح للطريق الله أعلم فيه. متعه وكل حال الحديث الله أعلم، ممكن في يوم وليلة وتغتني، يمكن في يوم وليلة ترجع بالحضيض، لكن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى والصحة والعافية من عند الله سبحانه وتعالى. إذا استمتع بوقتك والله الميسر. ما شاء الله على وادي قنونة، ما شاء الله خير وأنعام، يا رب لك الحمد. أفا مشي بالموتر لكن يشغل الدبل. يا الله يا كريم ما شاء الله يا ما شاء الله. كيف الأرض؟